باشا دي صورة المركب. اسمها رزق ياسين. لا مؤاخذة يا باشا، المركب ممكن ترجع؟ لو حنان اللي خدته يبقى هترجع، هتروح فين يعني؟ صورة المركب هتتوزع، وأي شخص صيادين هيشوف المركب في أي مينا هيبلغ. وبتتهم مين يا حاج عطية بسرقة المركب؟ الله أعلم يا باشا. الله أعلم إزاي يابا، أنت عايز تجنني؟ ما هو طالما ما شفتش بعيني يبقى ما اتهمهاش. يابا يابا، ده هي والمركب فص ملح ودابه في نفس اليوم، إيه صدفة؟ أكتب إيه يا محترم؟ اكتب عندك يا باشا، احنا بنتهم حنان عبد الحميد السباع بسرقة المركب. مفيش داعي يا ابني، دي أم أحفادي برضه. أم أحفادك تحافظ على مالهم يابا، مش تاكله. طب بلاش، حنان زي الفل وهتاخد المركب تبيعها وتدي فلوسها للعيال. تفتكر يابا هتعرف تبيعها بالسعر اللي تستاهله؟ ولا هتضحك عليها؟ هتسيبها تضيع مال اليتامى يابا؟ مال عيال عادل يابا. الحاج بيتهم حنان عبد الحميد. الحاج يتكلم عن نفسه. أنت غير ذي صفة. غرز صفة ازاي يعني يا باشا؟ انا كنت موجود وقت السرقة، يعني شاهد وبشهد ان حنان عبد الحميد السباع وناس معاه هم اللي سرقوا المركب. لا استنى، دي شهادة زور يا ابني. يابا الله يستر، خليك معايا. يعني نقول الحق ونضيع حقنا، ولا نمد بكذبة بيضة ونجيب حق عيال عادل؟ زي ما بقول لسعادتك يا باشا، احنا بنتهم حنان عبد الحميد السباع بسرقة المركب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.